أهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة الأنبار الفضائية بتغطيتنا لهذا اليوم حول المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات الذي تقيمه كلية الهندسة بالتعاون مع كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. هذا المؤتمر الذي سيكون لمدة يومين والذي سيناقش أكثر من 163 بحثا وبمشاركة دولية واسعة. أحبتي المشاهدين ابقوا معنا لمتابعة وقائع هذا المؤتمر. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من حضراتكم التهيؤ حيث سيعزف النشيد الوطني العراقي. النشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. الحضور الكرام، أحييكم بتحية معطرة بشذى الياسمين تغطي مساحة حضوركم البهي في جامعة كانت على الدوام تحصد النتائج الرائعة في مجال العلم حتى أضحت أيقونة في الحركة العلمية والعمرانية يشار إليها بالبنان. وإن السنوات الأخيرة شاهدة على الانتقالات الرائعة في شتى الميادين، بعد كل الدمار الذي أصابها أبان العمليات العسكرية المعروفة التي استهدفت منارات العلم، وكان لجامعة الأنبار الحصة الأكبر من ذلك الخراب دون رحمة أو هوادة، فما كان لها إلا أن تلملم الشتات لتقف مرة أخرى لتبرهن أنها أهل للمصاعب، حيث كان للمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل السيد رئيس جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى الدور الفعال في شحذ الهمم والإشراف على كل صغيرة وكبيرة. يسانده فريق متراص ومتمرس متمثلا بالسادة مساعدي رئيس الجامعة العلمي والإداري والسادة عمداء الكليات وأساتذتها ومنتسبيها، فكانت النتائج رائعة. لقد عودتنا الجامعة على إقامة المؤتمر تلو الآخر من أجل النهوض بالواقع العلمي ورفض قنوات المعرفة بالبحوث القيمة، وعهداً ستبقى جامعة الأنبار نهراً لا ينضب من العطاء الثر، غير آبهين بكل المعوقات التي تعترض مسيرتها من أجل عراق شامخ من أقصاه إلى أقصاه ليزخر بالعلم ويردم مواخر التخلف ودياجير الظلام. واليوم وبرعاية كريمة من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب المحترم، وبإشراف السيد رئيس جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى المحترم، تقيم كلية الهندسة
وبالتعاون مع كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأنبار المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات بالمدة من 17 إلى 18 من آب لعام 2022 بعون الله وتوفيقه. سادة الحضور، باسم السيد رئيس جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى، والسادة مساعدي رئيس الجامعة العلمي والإداري، والسادة عمداء الكليات وأساتذتها ومنتسبي الجامعة، نرحب أجمل ترحيب بمقدم مستشار وممثل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور ياسين البكر المحترم، والسادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والوفود المرافقة لهم، كما نرحب بالسادة العلماء والباحثين المشاركين في هذا المؤتمر، وبالسادة المسؤولين والقادة الأمنيين بمختلف الصنوف، وبكل من حضر إلى هذه القاعة من الأخوة والأخوات تشريفا لنا مع حفظ المناصب والألقاب. سادة الحضور، خير ما نبدأ به هو أن ننصت خاشعين لتلاوة معطرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
الأستاذ الدكتور أمير عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم. السيد ممثل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور ياسين البكر المحترم، السيد رئيس جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى المحترم، السادة الحضور الكرام كل بحسب مقامه ومنصبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في رحاب جامعتكم جامعة الأنبار. تطبيقاً لسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات معالي الوزير الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب المحترم في تعزيز السمعة الأكاديمية للجامعات العراقية وتطوير مخرجاتها بشكل عام والبحث العلمي فيها بشكل خاص، وليكون لجامعات بلدنا العزيز حضور وتنافس في التصنيفات العالمية، فقد كان لجامعتنا وبحسب توجيهات السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى المحترم تركيز على البحث العلمي والنشر العلمي الرصين، وكذلك الحث على التعاون العلمي ضمن الفرق البحثية المشتركة مع الجامعات الأخرى، بالإضافة إلى إقامة المؤتمرات العلمية لفتح أبواب التواصل والحوار العلمي في المجالات المعرفية المختلفة، وتوفير الفرص للتواصل والتحاور وتبادل الأفكار، وبناء علاقات أكاديمية لتكوين الرؤى العلمية التي تسهم في البناء الحضاري للبلدان. فمن هذا المنطلق، وبحسب خطة جامعتنا في إقامة المؤتمرات العلمية الدولية، جاء مؤتمرنا هذا بعنوان المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، والذي تقيمه كل من كليتي الهندسة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بأربعة محاور علمية، ليكون خطوة في مسيرة التطور والارتقاء العلمي ولرفض المسيرة العلمية والبحثية في بلدنا العزيز بالإسهامات ذات القيمة الأكاديمية والبحثية والتطبيقية. فتم ومنذ بدء الإعلان عن إقامة المؤتمر استلام 217 بحثاً علمياً، قُبل منها 163 بحثاً بنسبة قبول تصل إلى 76% تقريباً، وكان عدد المقومين المشاركين في تقويم البحوث 331 مقوماً بمشاركة فاعلة من دول مختلفة، بالإضافة إلى جامعات عالمية مرموقة كجهات داعمة للمؤتمر. باسمي ونيابة عن اللجان العلمية والتحضيرية للمؤتمر، أتقدم ببالغ الشكر والتقدير والعرفان إلى السيد رئيس الجامعة المحترم والسيدين المساعدين العلمي والإداري المحترمين
للمتابعة المستمرة لأدق التفاصيل وتقديم كل الدعم والإسناد لنجاح مؤتمرنا هذا. ختاماً، نجدد الترحيب بالسيدات والسادة الحضور من مختلف المؤسسات الأكاديمية أو من مؤسسات الدولة الأخرى التي لها صلة بموضوع المؤتمر، وشكرنا وتقديرنا للباحثين الذين شاركوا في المؤتمر ضمن محاوره الأربعة، آملين أن تكون نتاجاتهم إضافة نوعية لتحقيق أهداف المؤتمر، وأن يخرج مؤتمرنا هذا بالنتائج والتوصيات التي تخدم الحركة العلمية والبحثية في بلدنا العزيز، وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للأستاذ الدكتور أمير عبد الرحمن على هذه الكلمة. الكلمة الآن للسيد رئيس المنتدى الدولي الثاني للعلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى رئيس جامعة الأنبار، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد ممثل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيادة المستشار أستاذ الدكتور ياسين بكر المحترم، السادة رؤساء الجامعات العراقية وممثليهم المحترمون، السيدات والسادة الحضور جميعا، كل باسمه ومنصبه ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة مرحباً وشاكراً على الحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات الذي تقيمه كلية الهندسة وكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأنبار برعاية كريمة من لدن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في أرض محافظة الأنبار ورحاب جامعتها، بين أهليكم وأحبابكم أصحاب الجود والكرم أبناء محافظة الأنبار. السيدات والسادة الحضور، يأتي هذا المؤتمر في سياق الخطوات الكبيرة التي تخطوها جامعة الأنبار نحو التقدم العلمي بما يحقق تطور العمل الأكاديمي في الجامعات العراقية ويعزز التكامل بين هذه الجامعات وبين المؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص خدمة لبلدنا العزيز ومجتمعنا العراقي الكريم. من هنا توجهت عناية جامعة الأنبار لعقد مؤتمرات دولية كبيرة في التخصصات العلمية والإنسانية كافة لتحقيق تلك الأهداف المهمة، وقد لاقت بحمد الله وفضله هذه المؤتمرات تفاعلاً إيجابياً كبيراً من قبل الباحثين والمتخصصين من داخل العراق وخارجه. ونحن اليوم نشهد في هذا المؤتمر مثالاً حاضراً شاخصاً أمامنا على ذلك، إذ قدم للمؤتمر 217 بحثاً قبل منها 163 بحثاً سيتم نشرها في مجلة مفهرسة ضمن مستوعب سكوبس، وهي لباحثين من مختلف الجامعات العراقية والعالمية بالإضافة إلى جامعة الأنبار، وباحثين من خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل وباحثين من خارج العراق، وهم باحثون يتمتعون بسمعة علمية طيبة من 7 دول، هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وتركيا وماليزيا والهند والفلبين. السيدات والسادة الحضور، في هذه المناسبة أقدم باسمكم جميعاً عميق شكرنا وعظيم ثنائنا لمقام معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على رعايته الكريمة ودعمه المبارك، كما أقدم جزيل الشكر وعالي التقدير للسيد عميد كلية الهندسة والسيد عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات على جهودهما الحثيثة في متابعة المؤتمر والإعداد له، كما أقدم جزيل الشكر وعظيم امتناني وثنائي
للسيدات والسادة أعضاء اللجان التحضيرية والعلمية واللجان الساندة على الجهود الكبيرة التي قدموها لإنجاح المؤتمر وإظهاره بالمظهر اللائق بجامعتكم جامعة الأنبار. وختاماً، أقدم أعذب كلمات الشكر والثناء وأصدق مشاعر الامتنان لزملاء الباحثين الأعزاء الذين شاركوا في هذا المؤتمر، وأنا على يقين بأنهم سيقدمون مشاركات جادة فاعلة، وأرجو أن يكون لها أثر واضح في تقدم العمل العلمي وإثراء محاور المؤتمر. جزيل الشكر والتقدير لكم جميعاً السيدات والسادة الحضور على حضوركم في محفلنا العلمي هذا، وأسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على المؤتمر والمشاركين فيه لما فيه خدمة العلم وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رئيس جامعة الأنبار على هذه الكلمة القيمة. كلمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتفضل بإلقائها نيابة عنه مستشار وممثل معالي الوزير الأستاذ الدكتور ياسين البكري، فليتفضل المشكور. السيد رئيس جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى المحترم. السيد رئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور أمير عبد الرحمن هلال عميد كلية الهندسة المحترم. السيد عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور صلاح حوال المحترم. السيدات والسادة الحضور، مع حفظ الألقاب والمقامات والمكانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون بينكم هنا في جامعة الأنبار ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعن معالي الوزير شخصياً لحضور افتتاح مؤتمركم المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات. السيدات والسادة، لا يخفى على أحد أهمية العلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات في عالم اليوم وما تحققه تلك المجالات من طفرات غير في الحاضر الإنساني، وتبشر بتغييرات أعمق وأبعد مدى في المستقبل بطريقة تعاطي الإنسان والمؤسسات مع واجباتها وأساليب إدارة مفاصل وظائفها. الأساتذة الكرام، إن مؤتمركم هذا هو خطوة علمية لوضع رؤيتكم في الريادة للعلوم الهندسية وتطبيقاتها ونقل التكنولوجيا لصالح المجتمع والتفاعل المحلي والدولي والتميز في الجانب الهندسي العلمي، وكذلك هو خطوة لما تسعى إليه كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في أن تكون كلية رائدة ومتميزة في مجال التعليم والبحث العلمي من خلال تطوير برامجها العلمية ضمن المعايير الدولية ونشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات والشبكات لخدمة المجتمع. الباحثين الكرام، بقدر ما تمنح العلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات من فرص للمستقبل، فهي تفرز تحديات التمكن في مجال أصبح حراً للمنافسة والتميز من جانب، وحكراً في جوانب أخرى تسعى جهود البحث العلمي لاختراقها وكسرها لتصبح متاحة في التطبيقات العملية. كما وتفرز تكنولوجيا المعلومات تحديات مثل أمن المعلومات وتنميع الخصوصية والتأثير والتأثير الثقافي عبر الانفتاح، ما يخلق مخاوف مشروعة من جانب، ومن جانب آخر تفتح آفاقا واسعة لخدمة الإنسان وتسهيل حياته وتواصله. السيدات والسادة، المنافسة العلمية للوصول إلى أعلى مستويات التمكن من حافات العلوم واجب يقع على المؤسسات العلمية والأساتذة الباحثين، ومؤتمر جامعة الأنبار رافد مهم ومضمار نتطلع أن يكون متميزاً لطرح الأفكار ومناقشة العلوم لتكون واحدة من مثابات التطور. وكلنا ثقة إن هذا المؤتمر سيشهد طروحات وأبحاث إبداعية
في مجالاتها، وتكون إضافة لجامعة الأنبار ولكلية الهندسة وكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وتكون محل فخر واعتزاز من مؤسسات التعليم العالي بكل مفاصلها، وشعاع ضوء وفخر للعراق وكلمة للعالم. إن العراقيين بعلمائهم ما هو مشكلة العراق الحقيقية؟ مشكلة العراق الحقيقية بالسستينابيليتي. أسس العراق بسبب دجلة والفرات، أسست الحضارات بسبب دجلة والفرات، أسست الحضارات بسبب الماء. مشكلة كبيرة للعراق هو الماء وما ينتج من الماء. سميت الماء يقول لك احنا عندنا الذهب الأسود والذهب الأخضر والذهب الأصفر، سمينا ذهب الحياة. سأتكلم اليوم عن الـ AI Sustainability، سأتكلم عن United Nations Sustainable Development Goals. كم واحد هنا يعرف هذه United Nations Sustainable Development Goals؟ كم واحد يعرفها من عندنا هنا؟ 1 2 3 4 5. جيد جدا، كويس، يعني حتى راح نحكي عليها. بس بنفس الوقت What is artificial intelligence؟ راح أتكلم شوي عن artificial intelligence. اعذروني الناس اللي موجودين هنا والزملاء اللي يعرفون عن artificial intelligence، وأنا دائما أعيدها، أقول لك عيدوا صلاتكم يا جماعة، كل ما أسوي talk مالتي I have to talk about what is AI. Then I will talk about the role of AI in the 17 sustainable development goals. We have 17 sustainable. بسم الله وعلى بركة الله، أقيم في هذا اليوم الأربعاء 17/8 المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية والتكنولوجيا المعلومات، والذي أقيم في رحاب جامعة الأنبار بالتنسيق ما بين كليتي الهندسة وكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. تقدم إلى هذا المؤتمر ما يقارب 207 بحث أو ورقة علمية، تم قبول 163 بحث للمؤتمر. بحوث المؤتمر ستنشر في مجلات تعود للمستوعبات العالمية الرصينة مثل سكوبس وكلاري بيت أناليتكس. تخلل المؤتمر محاضرات افتتاحية مميزة نوعية قدمت من قبل علماء وباحثين وخبراء من دول العالم مختلفة مثل بريطانيا وماليزيا والصين، بالإضافة إلى المشاركات بالأفكار والأبحاث العلمية المميزة من الدول الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فلبين، ماليزيا، الهند والدول العربية المجاورة، بالإضافة إلى مشاركات مكثفة من الجامعات العراقية كلا حسب وحقل الاختصاص. شكر جزيل للجان العلمية والتحضيرية واللجان المساندة لجهودهم في تقديم المؤتمر بأفضل صيغة وبنجاح مميز إن شاء الله. شكرا جزيلا. يعني تقديري أنه مؤتمرات تخصصية في مجالات الهندسية والمجالات تكنولوجيا المعلومات ضرورية ونحن بحاجة إليها. على عاتقنا التبحر والتعمق في هذا المجال، أيضا قضايا الهندسة والحاجيات. يعني مثلا واحدة من البحوث المهمة التي طرحت في رؤية أنه مشكلة المياه وطريقة تسخير العلوم الهندسية باتجاه أن تكون هناك مشاريع وإجراءات جدية لاستثمار العلوم الهندسية في أن تقلل من آثار التصحر والجفاف وكيفية استثمار المياه في العراق، اللي ممكن اليوم تعد واحدة من أهم المشاكل اللي يعانيها العراق. ذكر اليوم يعني أهمية تطبيق يعني توصيات هذا المؤتمر على في المجتمع. أهمية المؤتمرات هي في أنه الخلاصات التي تخرج بها وبالتالي تصدر توصيات مهمة لصانع القرار في أن يستثمرها. مهمة العلم دائما احنا نقول أنه هو في خلق مساحة ورؤية لإجراءات عملية لتغيير أو لحل مشكلة. بتقديري الباحثين يؤدون الكثير من أدوار هذه الأدوار، لكن نجد أحيانا مشاكل في مستوى صنع القرار اللي ممكن أنه ما تأخذ على محمل الجد ما ينتجه أو تنتجه مراكز الأبحاث والجامعات
العراقية اللي بها الكثير من الأصالة وبها الكثير من الإبداع. بسم الله الرحمن الرحيم. كان اليوم أن شرف حضور في جامعة الأنبار العريقة لافتتاح المؤتمر الدولي الثاني الذي تقيمه الجامعة لكليات الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات. حضرنا المحاضرات الابتدائية اللي أو النوعية اللي انطلقت في هذا المؤتمر من باحثين دوليين، وأيضا كان لنا شرف الاطلاع على مجموعة من البحوث العلمية الرصينة التي من المؤمل أن يتم نشرها في مستوعبات عالمية. نشيد بهذا المؤتمر بكل ثقة، ونتمنى أنه يكون فاتحة خير لباحثين الأكارم بأنه يخرج هذا المؤتمر ببحوث نوعية تنشر في المستوعبات العالمية، إضافة إلى أمنا بأن يخرج بتوصيات ملزمة تعمم على باقي كليات الهندسة عن طريق لجنة العمداء أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشكورة إن شاء الله لتأخذ سياقاتها الأساسية في دعم صناعتنا أو صناعاتنا الهندسية والعلمية على مختلف القطاعات. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور أحمد محمد حسن الغبار رئيس الجامعة التكنولوجية. دكتور، اليوم أهمية يعني الهندسة وأهمية تكنولوجيا المعلومات في المجتمع، أمن المجتمع، United Nation Sustainability، فشيء كلش مهم. United Nation خلت 17 نقطة مهمة من أجل المجتمع، حفاظ المجتمع، التخلص من البطالة، التخلص من المجاعة، الحفاظ على المياه، الحفاظ على البيئة، كل هذه هي الأشياء المهمة اللي United Nation يهتم بها في سبيل خدمة المجتمع. الشيء المهم بهذا المؤتمر أنه مركز على، أو المؤتمر كان التركيز الأساسي له، كيف الهندسة و الهندسة المعلوماتية، الهندسة التراديشنال، الهندسة العامة، إضافة إلى الهندسة الكمبيوتر والإنفورميشن تكنولوجي، نقدر نساعد في سبيل تحقيق أمنية اليونايتد نيشن أو أهداف اليونايتد نيشن بالحفاظ على الكرة الأرضية والتخلص من المجاعة ومن التصحر ومن الأشياء الأخرى اللي تضر بالبشر. Better education، تعليم أحسن، تعليم إضافة إلى health أحسن، يعني صحة أحسن، إضافة إلى أنه يعملون كل شخص موجود على الكرة الأرضية له القدرة على الحصول على الماء وإذا الغذاء والتعليم، إضافة إلى الصحة. هذا المؤتمر كيف نقدر نطبق الهندسة والهندسة المعلوماتية أو الانفورميشن تكنولوجي في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق أهداف اليونايتد نيشن 17 اللي خلوها من ضمن يونايتد نيشن سستينابل جولز. طيب دكتور، اليوم أكيد المؤتمر يعني يخرج ببعض التوصيات والأمور المهمة، أهمية تطبيق هذه التوصيات؟ توصيات كثيرة دائما بالبحث العلمي، أهم توصية طبعا هي اليوم أنا تكلمت مع الناس الآخرين، هو أطلقت مع زملائي وخاصة أطلقت الذكاء، خدمة الذكاء الاصطناعي للحفاظ على نهر دجلة والفرات. كيف نقدر نحفظ على نهر دجلة والفرات؟ باستخدام الذكاء الاصطناعي، باستخدام سنسر، مجسات ذكية، نعرف كمية المياه التي ستنزل على العراق من الأمطار، إضافة إلى معرفة كمية المياه الموجودة في الخزانات مع العراق، إضافة إلى بناء سدود ذكية تحاكى كل هذه المنظومة الذكية. مشروع 20 سنة أقل شيء، بس سوف ينقل العراق من بلد يحتاج إلى الماء إلى بلد مصدر للماء. انطلقنا هذه اليوم، الفكرة مالتي انطلقتها اليوم هنا، سوف أطلقها غدا بغداد وأعمل مع اليونايتد نيشن إضافة إلى الشعب العراقي في سبيل تحقيق هذه الأمنية، هي إرجاع العراق إلى منطقة خضراء والمياه ما تكون مشكلة أساسية بالنسبة للعراق. دكتور، اليوم المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات أكيد يحمل في طياته العديد من الأمور والنقاط المهمة، أبرز ما جاء به هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة برعاية كريمة من لدن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
للسادة الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب المحترم وبإشراف مباشر من قبل السيد رئيس جامعة الأنبار السادة الدكتور مشتاق طالب الندى المحترم. انطلقت اليوم الأربعاء صباحا 17 من آب الجاري فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات. حقيقة لا يخفى على أحد أن المؤتمرات تفتح أبواب الحوار والتواصل الفكري بين الباحثين، مما يؤدي إلى تكوين الرؤى البحثية والأكاديمية التي تسهم بشكل مباشر في التقدم وزهو البلدان ومواطنيها بشكل خاص. طيب كلنا شاهدنا مشاركات يعني كبيرة من الباحثين في هذا المؤتمر، ما مدى يعني نسبة المشاركين خارج الجامعة؟ حقيقة منذ بدء الإعلان عن المؤتمر استلمنا 217 بحثا، أقل من نصف العدد هو من جامعة الأنبار وأكثر من نصف العدد هو من جامعات عراقية عديدة بالإضافة إلى بلدان مختلفة، وهذا دليل ومؤشر أكيد على رصانة المؤتمر وثقة الباحثين بمؤتمرنا هذا. هذه 217 بحث قيمت تقييما علميا وقبل منها 163 بحثا، أي بواقع نسبة قبول 76%.